أبو الوفا البوزجاني عالم مسلم من بلاد فارس، أدهش الدنيا ببراعته وفطنته في الرياضيات والجبر وعلم الفلك. انتقلت روحه إلى بارئها في شهر رجب من عام 388 للهجرة، تاركا خلفه أعمالا اعتبرت مفصلا مهما في تقدم وتطور علم الرياضيات في ذلك الزمان. ولد ببلاد فارس وانتقل إلى بغداد حاضرة العلم في ذلك الزمان، في زمن الخليفة العباسي المطيع لله، حيث أبهر علماء المدينة برسائله وأبحاثه، ومن أبرزها شروح قدمها لأعمال العالم الرياضي اليوناني إقليدس وعالم الرياضيات المسلم الشهير الخوارزمي. كان أول من ابتكر النسبة المثلثية المعروفة بعلم الجبر بمصطلح دالة الظل، وأول من استخدمها في حلول المسائل الرياضية. أوجد طريقة لحساب جدول الجيب، كتب جيبا لزاوية 30 درجة كان دقيقا حتى 8 أرقام عشرية، وهي نتيجة قيمة مقارنة بما كان متاحا في ذلك الوقت. كان للبوزجاني أثر كبير في تطور استخدام الأدوات الهندسية في الرسم، ووضع كتابا في ذلك الخصوص عنوانه في عمل المسطرة والبركار والكونيا، أي المثلث القائم الزاوية. وتضمن الكتاب طرقا مستحدثة في الرسم واستخدام الآلات الهندسية. قال عنه المؤرخ البلجيكي الأمريكي جورج سارتون صاحب كتاب تاريخ العلوم إن البوزجاني من أعظم علماء الرياضيات في الإسلام. وفي الفلك قام بحساب مواقع الأجرام السماوية، وطور جهازا لحساب ميل تلك الأجرام. ونظرا لإسهاماته تلك، قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتسمية فوهة من فوهات القمر باسمه، تعرف بفوهة أبو الوفاء.